شيء اصابات؟ ما بعرف طلعوا روحوا طلعوا اليوم الساعة 12 بالليل هديش قصف عشوائي على مدينة العزاز طبت قصف على فوق المدنيين. إصابات الحالية الورد اللي عندنا 11 إصابة بعض منهم خطيرات حولناهم على غير مشافي ولحسن نقبلهم قبلناهم. ما سمعنا غير صاروخين نزلت نزل واحد فوق على الطريق يا ما اعطيك معلومات عشان ما اعطيك احداثيات نزل الثاني هون عالم بيركب بيوتها امنين يعني هذا كله رعب للاهالي كله قصف كله ارهاب هذا اسمه ارهاب للاهالي حاجتي بقى انا رداري اموت بعد ما يجيش الحار صار لي اسبوع مع بصير الانبياء صار لي اسبوع بصير الانبياء